بسم الله الرحمن الرحيم. فنانين، تعال شوف معايا الفيديو ده. فنانين دخلوا السجن، اولهم سعيد صالح سجين السياسة. القي القبض على الفنان سعيد صالح بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات مرتين، 1991 احداهما كانت في حي السيدة زينب، وتم الافراج عنه لعدم كفاية الادلة، ما زبطوش عليه حاجة، والتانية في اسكندرية، وقدم على أثارها، اتقدم على أثارها للمحاكمة اللي المرة دي قفشوه بجد، وقاضت بسجنه سنة سجن، وقضاه فين؟ في سجن الحضرة، السجن اللي بيلم كله بتاع راية وسكينة. الفنان اللي بعد كده الفنانة عايدة رياض. عايدة رياض مواليد 1954، ويعني كملت عامها 67، وهي من أسرة أصلا مسيحية، كما أنها تزوجت لفترة من الفنان محرم فؤاد، وخلال فترة زواجهم وكانوا لسه متجوزين يعني شهور، اتهمت عايدة رياض في قضية دعارة، عرفت إعلاميا واتشهرت إعلاميا بقضية الكومبارس. ليه؟ كانت يا سيدي خلال فترة الثمانينات وبالتحديد 1982، ويعني حصلت الحادثة دي حيث ألقي القبض عليها بصحبة ست فنانات من الكومبارس، عشان كده سموها قضية الكومبارس، في فيلا أحد الأسرياء العرب بمصر الجديدة. وهي طبعا نفت التهمة دي، لكن المحكمة أقرت ارتكابها لجريمة الدعارة، لذلك كان الحكم عليها السجن عام مع الشغل لممارسة الرذيلة داخل منطقة مصر الجديدة. خرجت عايدة رياض عام 1983 24 فبراير، طلعت من السجن، سمعت في الدنيا كلها، لدرجة ان توالت عليها الاعمال الفنية التي استغلت شهرة القضية وقتها، ورغم علمها بحقيقة هذا الا انها وافقت على العديد من الاعمال. وقرر الفنان الراحل محرم فؤاد الانفصال عنها طبعا بمجرد ما اتقبض عليها، بسبب ان هو كان رافض كمان ان هي تخش الوسط الفني بعد ما اتجوزته، وتوالت عليها الاعمال وعملت شغل مفيش بعد كده، وافلام ومسلسلات ومسرحيات وكلام من ده، ولا شغلت بالها باي حاجة. تعال بقى نشوف الفنان اللي بعد كده، الفنانة سما المصري. دي قضية لوحدها. في أواخر إبريل 2020 ألقت قوات الأمن القبض على الفنانة سما المصري، وتم إحالتها للتحقيق بعد نشرها صور وفيديوهات على تيك توك أو يوتيوب، وكله صور وفيديوهات فاضحة بتحرض على الفسق والفجور علني، ليتم إيداعها في سجن القناطر الخيرية اللي هي المفروض لم تغادره حتى الآن ومحبوسة حتى الآن. وقضت المحكمة الاقتصادية محبوسة سنتين، معرفش طلعت ولا لا، بس اللي اسمع انها محبوسة وما زالت. قضت المحكمة الاقتصادية بعد ما هي كانت واخدة سجن 3 سنين، عدلته لسنتين اكيد بالمحامين والكلام ده، في قضية التحريض على الفسق والفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة. دي التهمة اللي كانت موجهة لها، كما شمل الحكم مبلغ وغرامة كبيرة جدا، 300,000 جنيه، بالنسبة لها طبعا ولا حاجة، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور. وإلى اللقاء في فيديو آخر. قناة مغامر مصر.